اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا تفاصيله صغيره ولكن قيمه غذائيه عاليه جدا، وبنلعب دور ان احنا ازاي نعمل سفره مختلفه لها طعم تاني وطعم جديد باقل تكلفه ممكنه، وده هدفنا من برنامجنا. معانا الرز البسماتي النهارده هنعمله بالزعفران. الزعفران لون الرز وسكه البرياني، والاولاد بيحبوا ياكلوه من بره، فاحنا هنعمله النهارده بالزعفران ونشرح لون الزعفران، هل ممكن بالكركم يحل مكانه، وهل نشتري الزعفران الغالي، تفاصيل كده جوه الاكله دي بما ان الاطفال بيحبوها والاولاد بيحبوها. معانا صدور فراخ النهارده هنعملها مشويه بالزبده والليمون، حاجه زي كده زي البتر فلاير هتبقى حلوه، وهنشوف نعملها مع بعض ازاي، ونشوف الفراخ المشويه ممكن نقدم معاها ايه. هل ممكن نقدم معاه خضار سوتيه ولا خضار جوليان؟ جوليان يعني شرايح او سلايز. معانا بقى البطاطا الحلوه النهارده دي حلوه بتاعنا. هي اسمها البطاطا الحلو. في منها نوعين في السوق، في منها نوع الابيض وفي نوع الاحمر اللطيف الجميل ده. هنعمل البطاطا الحلوه دي حلوه النهارده بالسكر كريسبي. تتقلي زيها زي البومفريت البطاطا المقليه، ولكن هتاخد سكر باودر وقرفه ناعمه تاكلي صوابعك وراها. تفاصيل صغيرة النهاردة ولكن المعنى كبير والطعم جديد بأقل تكلفة تخش مطبخك، اللي هو مفاتيح السعادة الزوجية والعائلية والترابط الأسري. بيجي منين يا عم الشيف؟ من غدوة حلوة، عشوة حلوة من المطبخ. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. البطاطا الحلوة الجميلة بتاعت الريف المصري والصعيد المصري وخير أرضنا. البطاطا من الدرنيات اللي موجودة في الأرض زي البطاطس، البصل، الجنزبيل، التوم، الجزر. دي فصيلة الدرنيات أو عائلة الدرنيات. منها البطاطا الحلوة. وليه سموها حلوة؟ لأن هي حلوة. تعالوا نعملها حلوة النهاردة بالسكر والقرفة. مقاديرها على الشاشة. بطاطا بقشر فيها وبقطع فيها، معانا قرفة وسكر بودر، وخلص الكلام وزيت للتحمير. المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة، لا تتعدى أصابع اليد الخمسة وليس العشرة، ولكن لما هنعملها هتاكل صوابعك وراها. حلو الكلام. نقطعها كده زي البومفريت. على فكرة أنا بحبها جداً، ويا سلام لو حطيت عليها شوكولاته. ويا سلام لو حطيت عليها صوص فراوله. بجد يا شيف؟ جربي. اذا انا بخترع انت جربي اللي بقوله ده. دي بطاطا حلوه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال؟ اللون نفسه يفتح الشهيه. اللون البرتقاني العلم اثبت اللي ملوش نفس ياكل ما يجيبش طرش. يجيب اللون البرتقاني او يلبس بلوزه برتقاني او تيشيرت برتقاني. بجد والله بيفتح الشهيه. او يبقى في الوان على الاكل لونها برتقاني زي الجزر، زي القرع العسلي. قطعناه بالشكل ده كده. عندي زيت شديد الحراره اللي احنا بنحمر فيه البطاطس عادي. زي الفل. ولكن خلوني قبل ما اروح لقلي البطاطا اتكلم عن حاجات مهمه جدا. وانت بتشتري البطاطا دي ما تشتريش البطاطا اللي فيها إخرام، عشان بيبقى فيها طبعا حشرات. دي رقم واحد، دي من الدرنيات. رقم اتنين، البطاطا والبطاطس والبصل بيبقى طبعا مكان الأرض الطيبة الجذور بتاعتها بيبقى فيها طينة. دي بتحطها في مية وتسيبيها كده براحتها، الطينة دي تبوش والجلدة من بره تبقى نظيفة وزي الفل. وتجيبي ليفة أو سفنجة بتبقى مخصصة لغسلي بيها البطاطا والبطاطا والجزر قبل التقشير. مهمة جدا. غسلتيها زي الفل تبدأي تقشريها. اوعي في حياتك تقشري بطاطا أو بطاطس والطينة على القشرة. هينتقل الرملة والربر ناعمة جدا ليها، وهتلاقيك وأنت بتاكليها في بابور زلط تحت أسنانك. رملة جاية منين؟ تقولي بالعف الزيت، العف السمنة، مالناش دعوة. أنا اللي بقوله ده مهم جدا. قبل كل حاجة تتغسل كويس جدا جدا. طريقة الغسيل بتحطها في مية باردة من الحنفية وتسيبها وقت كبير، هتطلعيها تدعكيها جامد تضف معاك بالشكل ده كده. تبدأي تقشريها، القشرة نرميها مش عايزينها، بعد كده نقشرها بالشكل ده كده ونقطعها كده. زي البومفريت.
البطاطا من الريف المصري والصعيد المصري زي الفل. هناخد البطاطا دي ونحمرها في قلب الزيت اهو، ما يكونش الزيت شديد الحراره جامد، زيت 3 ارباع درجه الحراره بتاعته اهو بالشكل ده كده، بنسقطها هنا في قلب الزيت اهو زي الفل اهو، واسيبها تستوي وتتحمر تبقى مقرمشه كده، وتاكليها بتاكل فوزدو عليها سكر بودر وشويه قرفه حلوين. مش عايزه سكر بودر ولا قرفه، وهي طالعه من النار حط عليها شويه كاكاو يا دلعك يا مغازي. والله جت ازاي ما اعرفش، لسه دلوقتي جايه لي في راسي. كاكاو بتاع مشروب الكاكاو اللي بتحطيه في الكيكه بدل السكر البودر، بقت البطاطا الحلوه بالشوكولاته. اه اللي بيحب شغله يا اخوانا ربنا بيرزقه، ما بيرزقوش بالفلوس، ما الفلوس دي بتيجي بعدين، بيرزقه بالفكر، بيرزقه بالتطور، بيرزقه بالابداع. اي حد في الدنيا حتى اقل مهنه في الدنيا بيحبها ربنا بيديله الابداع، بيلهمه. الهام ده نعمه من عند ربنا لا تقدر لا بمال ولا بملايين. خلوا بالك والله الكاكاو دي جالها، ولا اعملها بالكاكاو وهي سخنه طالعه كده بدرجه الحراره، بدل ما تحط سكر بودر ولا قرفه حط شويه كاكاو وقلبيها جامد يا ويلي. حلو الكلام، هنسيبها تتحمر. شوف الحلاوه، شوف الجمال، شوف خير ارضنا. احنا عندنا حاجتين العالم بيحسدنا عليهم والله العظيم بجد. انا بكلم، انا سافرت العالم كله، انا لفيت الكره الارضيه بحكم شغلي، الكلام ده من 10 سنين تقريبا. حلو الكلام. ايه هو يا عم الشيف؟ البطاطس والبطاطا الحلوه والقرع العسل والمانجا، الحاجات دي بتطلع من ارضنا ما فيش زيها في الدنيا بجد للامانه يعني. اه في حاجات كتيره يعني، بس انا بقول لحضراتكم على حاجات اللي هي بتطلع من قلب باطن الارض الطيبه مصر. اه اه شفت. اه الله، سيبيها تتحمر وتاخد راحتها عادي. اه والزيت يكون زيت غزير. تعال ناخد الفراخ ونشويها، يلا بينا. بطاطا حلوه من خير ارضنا، الارض الطيبه، الريف المصري والصعيد المصري. البطاطا هناك بالشوال، تقدري تعمليها بطاطا بالكريمه، بطاطا بالبشاميل، بطاطا مشويه، بطاطا مسلوقه بالحليب والعسل. نرجع بقى للاختراع، بطاطا مقليه كريسبي بالسكر والقرفه. هي بصراحه مش محتاجه سكر من حلاوتها وجمالها. فكره الكاكاو دي اللي ربنا رزقني بيها، جربيها قبل مني وهي طالعه من النار سخنه، معلقتين كاكاو اللي بتحطيهم في المهلبيه حطيهم عليها وقلبيها وهي سخنه، ولما بقول هي سخنه تحتها خط. اه نعم يا عميره، خليك تجربها بعد ما نخلص. انا عارف بعد ما نخلص هاكلك حبتين ثلاثه حلوين بس ما تزودش. اه ايه يا راجل، تعجن مين بس؟ ده الكلام ده تقوله فين الكلام؟ شوف البطاطا ده اه، شفت ازاي بتتدلع في قلب الفلاير اهوت. اه احطها تاني واسيبها شويه تهدى كده وارجعها تاني. ليه ترجعها تاني يا شيف؟ عشان تاخد التحميصه بتاعت الكريسبي، زيت يسخن، بطاطا تبرد، تنزل في درجه حراره الزيت، تطلع معاك الكريسبي. اه دي مدرسه، سيبيها شويه، دي طريقه الاليه، ما تطلعهاش من الزيت وتطلعها مره واحده. اه عشان تسمعها صوتها تحت اسنانك وانت بتاكليها. حلو زي الفل. نروق الدنيا كده ومجهزين طبق التقديم. البطاطا البطاطا يا عيني يا البطاطا. اه خلاص اه اه لازم الزيت يسخن جيدا في درجة حرارة عالية جدا، تكون البطاطا بردت. زي الفل، اقفل النار، اطلع بالبطاطا. اخوتها نسقطها هنا. الله، ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ايه الجمال؟ وهي سخنة. القرفة الناعمة معانا، بس زي ما قلت لحضرتك جربي موضوع الكاكاو في اللحظة الحرجة دي، جيبي كاكاو وحطيه. أنا لسه ما جربتهاش للأمانة يعني، بس هجربها. سكر بودر ما نكترش، هي كده كده حلوة.
يعني بقى يعني اللي عايز بقى يجود جامد عندنا صوص البستاشيو اللي هو الفستق تحطيه عليها ياي رحنا في مكان تاني بقى. دي الغناوه بقى بستاشيو كده يتقدم جنبيها وتغمسها كانه كاتشب. يا ويلي يا ويلي دي جاهزه تعالوا نغرفها. لا جميله يا شيف والله تسلم ايدك يا راجل يا محترم. الله سامعين الصوت ده؟ سامعين صوت الخروشه ده؟ دي بطاطا فصيلة الدرنيات ونوع حلو لطيف وجميل كل ما يبرد كل ما يحلو بس للأمانة كلها وهي سخنة. احنا عملناها لحضراتكم ايس كريم على ما اعتقد. عملناها يا استاذ رحاب ايس كريم ولا لسه؟ عايز اعملها ايس كريم زي القرع العسلي كده. شفت شربت السكر والقرفة ازاي؟ نعملها الاسبوع الجاي. ممكن نعملها بالكاكاو بس لما انا اجربها الاول لازم الكاكاو ينزل على البطاطا واغني لها كده وهي سخنه. الف انا وشفا رؤيا فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.